الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإسنادي إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. أولا، من حيث الصناعة الحديثية، هذا الحديث فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، لكن يشرح دائما الحديث على فرض صحته، فهذه قاعدة لدى العلماء جميعا. هنا تتحدث السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامر نساءه ويلاطفهن ويباسطهن ويجلس إليهن ويستمع حديثهن، وخاصة في الباب الذي سيرد بعد هذا. فحين حدث نساءه ذات ليلة حديثا، قالت امرأة: كأن الحديث حديث خرافة. الخرافة في لغة العرب المستملح من الطرافة والكذب، يعني الكذب المقبول، فالمستملح من هذا ويكون فيه لطافة هو الذي يسميه العرب الخرافة، يقال الخرافات الأحاديث المستملحة، يعني كل قصة لطيفة يأنس إليها الإنسان بقوله خرافة، يعني لطيفة و عطرت أو طيبت المجلس ونشرت الفكاهة. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما خرافة؟ يعني لم يقل أتدرون من خرافة، ماذا قال؟ أتدرون ما خرافة، يعني أتدرون كيف أتت هذه الكلمة وكيف جاءت وكيف لزمها الناس؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن خرافة كان رجلا من عذرة، عذرة يعني قبيلة عذرة، هذه القبيلة التي ينسب إليها الحب العذري، يعني كما يدعون يعني الحب العفيف، هكذا يقال، والله أعلم. المهم أن هذا الرجل كان من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا زمنا طويلا،
ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، يعني حديث هذا الرجل الذي أسرته الجن. نعم، لن نتعرض الآن لموضوع أسر الجن للإنس وهل هو حقيقة أم غير حقيقة، هذا لا مجال لذكره في هذا الوقت، فالناس يتحدثون في هذا الموضوع، هل تخطف الجن الإنس وماذا يفعلون بهم إلى آخر ما هنالك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسامر نساءه، هذا هو المطلوب. المراد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصلة اللطيفة التي وجدناها في هذا الحديث، وهي تتجلى بصورها الأخرى في حديث أم زرع. نعم، هذا الحديث يبين أن السنة إذا دخل الرجل إلى بيته أن يتباسط إلى زوجته وأن يجلس إليها ويحدثها ويسمع حديثها، فكثير من الناس يكونون خارج البيت مهذارين ثرثارين لا يدخل لسانهم إلى حلوقهم كما يقال، فإذا دخل البيت سكت سكوتا مطبقا ولم يعد يتكلم شيئا، كأنه جدار في بيته. فهنا الترمذي جزاه الله خيرا ذكر من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصلة اللطيفة الظريفة التي تجعل المودة والمحبة بين الزوجين قائمة، بل تزداد يوما بعد يوم. باب حديث أم زرع. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت، يعني قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، قالت السابعة زوجي عياياء أو قالت غياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، قالت الحادية عشرة
زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، كلاهما صحيح، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصخر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث الطويل فيه أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. الحديث الذي قبله، صفة كلام رسول الله في السمر، فيه أن النبي هو حدث نساءه. شوفوا ترتيب الترمذي رحمه الله. كلام رسول الله في السمر، قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. الآن جاء بالوجه المقابل أن زوجته هي التي حدثته، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول الترمذي رحمه الله أن النبي استمع إلى حديث السيدة عائشة إلى آخره، مع أنه حديث طويل. النبي فقط قال لها في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أما كل الحديث من قاله؟ قاله السيدة عائشة رضي الله عنها، والنبي يستمع إليها. إيه نعم، ما قال شو بدي بالقصة، لا تجيبي لي سير النسوان، لأنه هون سيرة هؤلاء النسوة اللاتي اجتمعنا، وطبعا هذا سمر نسائي، ليلة نسائية بامتياز، وتحدثنا بأخبار أزواجهن، وتعاهدنا ألا يكتمن منها شيئا، فهن ما شاء الله يعني وفوا بهذا العهد، وذكروا ما عند أزواجهم من هذه الصفات. فالمهم إخواني أن النبي هنا الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى حديثها كاملا مع طوله. ثانيا، مع أنه قد لا يهم هذا الأمر، حديث يعني صفات هؤلاء الأزواج، كل واحدة إلى زوجها يعطيها العافية، كان زوجها له هذه الصفة شبنا فيه. نعم، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليدلنا على المباسطة
مع نسائه والملاينة والملاطفة وتحمل يعني ما قد تتكلم به المرأة، قال سمع هذا الحديث كله. طبعا الآن سنقف عند كل زوج من هؤلاء الأزواج لنرى صفته كما تحدثت به زوجته، يعني تحدثت زوجته كل واحد وهي أقرب الناس إليه. وبالمناسبة الإنسان لا تعرف حقيقته إلا في بيته، وأعرف الناس بأخلاق الرجل هي زوجته. نعم، لأنه في البيت لا تكلف ويظهر الإنسان على حقيقته، يخلع رداء التكلف الذي يكون عادة بينه وبين الناس ويرجع إلى البيت ويعيش حياته كما هي، فتكون أخلاقه الحقيقية تظهر في بيته. هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث ومن وصف هؤلاء الزوجات لأزواجهن. الأولى قالت زوجي لحم جمل غث، يعني الغث هو الهزيل، تريد أن تقول هذا الرجل هزيل بحيث يستغث من هزاله، يعني يصير معه غثاثة. الإنسان شو الغثاثة؟ بالعام اللعية، لعية النفس غثاثة، هي مأخوذة. قال يقال غث الجرح غثا إذا سال منه القيح، فالجرح إذا سال منه القيح شو بيصير بالإنسان الذي ينظر إلى هذا القيح؟ بيصير معه إيه؟ غثاثة. فهي تصف زوجها بهذا، قال لحم جمل غث، كيف جمل هزيل، كذلك زوجها في غاية البخل وفي غاية الرداءة. نعم، ومع هذا هو بعيد المنال على رأس جبل وعر، يعني ما بيكفي إنه غث وكمان الوصول إليه صعب، على رأس جبل وعر، هذه إشارة إلى سوء خلقه ووعورة خلقه وسوء معاملته. طبعا في رواية إخواني على رأس جبل وعث، وعث بالثاء، وكذلك الوعث هو الصعب المرتقى بحيث تزل به الأقدام. والوعث تعرفون كلمة نقولها في السفر، نقول أعوذ بك من وعثاء السفر. نعم، فرواية أخرى الوعث، وهذه الرواية فيها مقابلة مع الكلمة الأولى لحم جبل غث ورأس أو على رأس جبل وعث. فتقول هذه الزوجة لا سهل فيرتقى، يعني لا يصعد إليه لأنه وعر، ولا سمين يعني فينتقى، الجمال مو سمين لحتى نقصده أو نستطيع أنه ننقله ونستفيد منه. معناته هذا الزوج شو وصفه بالخلاصة؟ حشف وسوء كيلة، معت بالمية مية هذا الزوج. نعم، طيب تعالوا نشوف الزوج الثاني. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الثانية كانت خايفة، إيه نعم، مع أنه مأخوذ عليها العهد أنه تتحدث عنه. فقالت لا أريد أن أذيع خبره ولا أنشر أخباره على الإطلاق. ليه؟ قالت أخاف أن لا أذره، بخاف إذا دخلت في حديثه وحديث أخباري ما وقف، معناته في عنده ملف كبير طويل عريض. إيه نعم، فقالت شو بدي أحكي لا أحكي،
قالت إذا بدي أحكي ما في شيء أحكي يعني ببيض الوش، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وهذه الكلمة العجر والبجر إنما يراد بها العيوب الظاهرة والباطنة. نعم، أصل كلمة العجر هي جمع عجرة، والعجرة في اللغة يقال عقدة في العصب أو في العروق تظهر في الجسد. والبجرة، والبجر جمع بجرة، كذلك عقدة تظهر في البطن أو في الظهر، يعني المراد العيوب التي بعضها يظهر وبعضها لا يظهر. نعم، ويقال كذلك من جملة معاني العجر والبجر، قال الهموم والأحزان. العجر والبجر هي الهموم والأحزان، ومنها قول سيدنا علي رضي الله عنه يوم الجمل، قال أشكو إلى الله عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. طبعا هنا إن أذكره أذكر عجره وبجره تنطبق على الأمرين، على عيوبه الظاهرة والباطنة، وعلى الهموم اللي راكبتها لهذه المرأة من خلال زوجها الله يعينها. وإذ ماتوا كلهم يعني على كل أحوال. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذا شخصية مزاجية عجيبة، وهذه شخصية الإنسان لا يستطيع أن يقربه. قالت عشنق، طول مفرط بس مو من الطول الجميل، في طول أحيانا جميل كما سيرد معنا الآن. تاسعة شو قالت؟ زوجي رفيع العماد طويل النجاد. طويل النجاد، النجاد هي خمائل السيف. نعم، فإذا كان حمائل السيف طويلة، شو بيكون صاحبها؟ طويل. بس هذا طويل طول محمود وجميل. أما هي عن قول قالت عنها عشنق، يعني طول مذموم بس ومزاجي، ما تستطيع تحكي معه، ما بتعرف تتصرف معه. قال إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني يبقيها امرأة لا هي مزوجة يعاملها معاملة الأزواج، ولا هي مطلقة حتى تختار طريقها وإذا أرادت أن تتزوج غيره. إذن هذا الثاني كمان إنسان صعب الميراث، إنسان صعب التعامل معه، فقاعدين عما هن يشكو همومهم لبعضهم، بيطلعوا وبروحوا على البيت بيكونوا فشوا خلقهم. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. لا، هذه زوجة ممتاز، يعني هي أول وحدة بتصف زوجها بهذه الأوصاف الطيبة. قالت كليل تهامة. تهامة هي مكة وما حولها من الأغوار، أي نعم، والبلاد المنخفضة، هذه تهامة. فليلها معتدل، فلما قالت كليل تهامة أشارت إلى كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمر هذا الرجل. لا حر ولا قر، يعني لا حر يؤذي ولا برد يؤلم، وهذا شيء جميل جدا، لأنه الإنسان شدة الحر يضيق بها الإنسان ذرعا بيضجر، وشدة البرد كذلك مؤلمة. فهي عبرت عن اعتدال طبعه واعتدال خلقه بهذه الأوصاف الحسية، لا حر ولا قر، معناتها رجل رائع جدا. ولا مخافة ولا سآمة، فليس هو ذا شر فأخافه، وليس هو قبيحا فأمل منه. شايفين الأوصاف؟ وما شاء الله كلهم هؤلاء النسوة على غاية الفصاحة والبلاغة. في امرأة اليوم عندها الفصاحة والبلاغة؟ تتكلم الكلام بعبارات قليلة وبكلمات عديء، فقط قليلة وصفت زوجها بهذه الصفات الدقيقة
بالكلمات الرقيقة هذه. فإذا تعرف ما كان عليه نساء الجاهلية من فصاحة. نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. شو معنى إن دخل فهد؟ يعني إن دخل صار كأنه فهد، شبهته بالفهد. ليش شبهته بالفهد؟ قال لأن الفهد عنده تغافل وعنده لين. نعم. وبعضهم قال إنه الفهد أحيانا يوصف بالحياء. الفهد في إله أوصاف، في نوع من الليونة والتغاضي. فلما دخل بيدخل إلى البيت مو بفتش وبينقب وبيدقق وبيتبع كل قضية وبيعمي قلب زوجته، هاي ليه حطتي هون وهي ليه عملتي هون وليش ما عملتي وليه كذا، لا بيتغاضى. اي نعم. قال إن دخل فهد، هي صفة بالنسبة للزوجة لطيفة وظريفة. وإن خرج أسد، لكن إذا خرج خارج البيت صار كالأسد، مقدام شجاع يهابه الناس. نعم. فإذا هي تثني على زوجها بهذه الصفة، فهو لين في بيته ولكنه خارج بيته يظهر رجولته. نعم. طيب هذا بعكس ما بيقولوا بعض نساء اليوم عن الأزواج، برا إيه وجوا إيه، يعني بتعرفوا شو بنقال. ثم قال: ولا يسأل عما عهد. يعني إذا أوصى زوجته ببعض الأشياء وعاهد إليها أن تقوم ببعض القضايا، إيه نعم، لما يدخل إلى البيت كذلك يتغاضى عنها، لا يفتش ويدقق وينقب. إيه نعم. ويفتش شو عملتي بما قلت لك، هالمسألة ماذا فعلتي والقضية ماذا فعلتي. لا يسأل عما عهد، يعني عما أوصى به زوجته. معنى ذلك هذا إنسان لطيف المعشر، ظريف، إيه نعم، بالمعاملة، ولين في علاقته مع زوجته، ولكنه خارج البيت مقدام شجاع جريء يثبت رجولته وقوته. نعم. قالت السادسة، طبعا في معاني أخرى ما بدنا نتعرض لها بذكروها بعض العلماء، هي هذا أبرز المعاني والله أعلم. لأنه بعضهم قال لا يسأل عما عهد، يعني أنا زوجته والمفروض أنه يسأل عني، والله يعني عهد به إليه، فلازم يراعيني ويراعي أوضاعي ويشوف أنه أنا بحاجة لشيء يسد حاجتي. بعضهم يقول هذا هو المعنى. إيه نعم. لكن هذا المعنى لا يتناسب مع بداية الوصف. بداية الوصف توصفه وصفا حسنا: إن دخل فهد تغاضى، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، يعني لف أكل الطعام كله. هذا الزوج وصل الذروة في الأنانية، بلغ غاية حب الذات، لا يحرص إلا على نفسه فقط. إن أكل لف، بلسان العرب قال صاحب اللسان في مادة لفة، نقل عن أبي عبيد هذا اللغوي المعروف، قال: اللف في المطعم الإكثار منه من التخليط من صنوفه، يعني بيكون في عدة أصناف فلا يبقي منها شيئا. معناتها أدي الإنسان أولا بدل على نهمه، ويدل على أنه لم يبقي شيئا لزوجته. ثانيا: وإذا شرب اشتف. اشتف بمعنى استقصى شرب ما في الإناء ولم يبقي منه شيئا، مثل الأكل، بالأكل لف وبالشرب اشتف. وإن اضجع التف، كمان لما بده يروح يضجع وينام بيقعد لوحده، بيلف حاله لوحده، ولا بيسأل عن زوجته ولا بيسأل عن
يعني علاقته بها إلى غير ذلك. إن الضجع التف مما يشير إلى أنه كذلك ينفرد في ناحية واحدة فلا نفع فيه لزوجته. ابنها اسم منه هذا. نعم. ثم قالت ولا يولج الكف ليعلم البث. البث هو الحزن وما يكون عليه الإنسان من حالة عاطفية معينة، مثل أنتم بتقرأوا قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتقول إنه هذا لا يفتش يعني عن حالتنا وعن أوضاعنا. كلمة لا يولج الكف هي مجاز عن سؤاله عنها واستفساره عن أوضاعها واطمئنانه عن حالتها. فهو جاب التعريف إنه مثل شلون إذا طبيب بده يضع يده على المريض ليرى إنه هو شو حالته، هي يولج الكف ليعلم البث. فإذا هذا إنسان مثل ما قلنا الأنانية هي التي لفته لفا. قالت السابعة زوجي عياياء. عياياء من العي. شو العي؟ إنه عاجز عن إحكام أمره، لا يستطيع أن يهتدي إلى وجه الصواب في الأمور. إيه نعم، يعني لحنا بتعبيرنا المعاصر بنسميه حوبي، ما هيك؟ إيه نعم، ما يستطيع إتقان الأعمال. فقالت زوجي عياياء، أو قالت غياياء، يعني يقال هذا شك من الراوي. الراوي قال إما قالت عياياء أو قالت غياياء. غياياء من الغي، يعني أموره كلها فيها ضلال، ليس فيها رشد. نعم، قالت زوجي عياياء أو قالت غياياء طبقاء، يعني هذا طبقاء يعني أحمق، تروج عليه الأمور وتنطبق عليه فلا يهتدي لها. أو قالوا أنه هو الإنسان إذا أراد أن يتكلم لا ينطق، طبقاء، أو عاجز عن الدفاع عن نفسه. طبعا الإنسان لما قالت عياياء أصلا العي هو لغة الحصرة في الكلام، لسانه ينحبس، فهي أرادت أن تتكلم أن عنده عيا في تصرفاته وأعماله وفي لسانه وكلامه، فلا هو ينطق كلاما صحيحا، وإن يعني هجم لا يستطيع أن يرد، وكذلك في أموره كلها لا يهتدي لوجه الصواب. ثم قالت كل داء له داء، يعني شو بتعرفوا أدوية أمراض وعلال موجودة فيه؟ فضيحة الزوجة هي. إيه نعم، وهي كلها فضايح الحديث هذا. قالت كل داء له داء، ما في علة إلا موجودة فيه. نعم، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني عم تخاطب نفسها هي إنه يا بكسر راسها يا بكسر إيده ورجلها يا بكسرهم كلهم. إيده طويلة مؤذي. شجك، الشج هو الجرح في الرأس. فلك، الكسر في اليد أو الرجل. أو جمع كلا لك إذا كان جايد بأموره. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يا هذا إنسان راقي، هذا إنسان لطيف جدا، هذا إنسان مهفهف، هذا إنسان مرهف. قال المس مس أرنب، والأرنب في عنده إيه؟ ليونة ونعومة، فهو إنسان ناعم جدا. والريح ريح زرنب، الزرنب نبات طيب الرائحة. نعم، وهنا لما قالت الريح ريح زرنب قالت كلمة تعمدتها، لأن كثيرا من الرجال يأتي البيت وريح عرقه منتن مقرف، يهرب منه أقرب الناس إليه.
وهذه ريحة العرق معلوم أيها الإخوة من الأشياء التي يجب أن نتجنبها جميعا، خاصة حينما نأتي إلى المساجد. أحيانا تقف أي استطراد، تقف أمام واحد ريحة العرق يعني تفوح منه بحيث أنت بصير معك غثاثي من رائحة العرق، فهذا الأمر يجب أن نتنبه له جدا، بمناسبة أنها تمدح زوجها بطيب ريحه وطيب الريح. هلأ ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا؟ لأن الرائحة الخبيثة تدعو إلى التنافر إلى التباعد، فإذا كانت الرائحة الخبيثة دخل بها إلى المسجد نفر من حوله، والمسجد هو مكان الألفة والاجتماع واللقاء، فينبغي أن نحرص على هذه الخصلة التي يعني كانت المناسبة هذه لذكرها. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، هذا العماد أو يقولون العمود الخشبي التي تكون في وسط البيت، مما يدل على أنها من بيت شرف وحسب ونسب، إنسان له عراقة في أصله، رفيع العماد، طويل النجاد، طويل القامة، نعم، مثل ما أن النجاد هي حمائل السيف، وطول الحمائل يستدعي طول القامة، طويل النجاد، عظيم الرماد. ومتى يكون الإنسان عظيم الرماد، كثير الرماد؟ دليل الكرم، بأنه يطبخ كثيرا ويأتيه الأضياف فيطعمهم جميعا، فهذه خصلة من الخصال العظيمة. فهو في نسبه عريق وفي جسمه كذلك طويل وفي كرمه مشهور، ثم هو ذو رأي صائب قريب البيت من الناد، يعني حين يجتمع الناس في ناديهم هو قريب منهم، فيأتون إليه ليشاوروه وليستديروا برأيه، هذا إنسان عظيم جدا بهذه الصفات الجميلة التي ذكرتها هذه الزوجة التاسعة. إذن وصفته كما يقال بشرف النسب وجمال الجسم والكرم في الأخلاق والصواب في الرأي. الآن قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك. الآن هي هذه الزوجة ذكرت اسم زوجها إنه مالك، لكن قدمت للحديث عنه الكلمة التي تفيد التهويل والتعظيم، وما مالك هذه كلمة معروفة عند العرب وموجودة في القرآن الكريم، الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يكون الإنسان بهذه الصيغة متشوق إلى معرفة ماذا سيساق من الكلام. قالت مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك. هنا قال الشراح يعني خير مما سأقول، أو خير مما ذكرتم جميعا، خير من ذلك، إنسان على درجة عالية من الصفات الحسنة. نعم، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذن هو غني، عنده إبل، وهذه الإبل دائما مجتمعة عنده. كلمة كثيرات المبارك قليلات المسارح بمعنى لا يرسلهن إلى المرعى دائما، فهذه الإبل قريبة منه بحيث إذا جاء ضيف فورا ذبح أو نحر هذه الإبل للضيفان، لذلك الإبل اعتادوا ذلك منه. فقالت إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هواليك، يعني حتى الإبل عرفته أنه إيه، أنه كريم لما بيجي عنده جماعة وبيشتغلوا بقى بالمزهر وبيغنوا، بعد الغناء شو بدون طعام،
عرفوا انه راحت عليهم هذول الهبيل. نعم. هنا الزوجة 11 قالت: زوجي ابو زرع. وما ابو زرع؟ شو الرجل العظيم ابو زرع؟ اناس من حلي اذني. هي اصل النوس التحريك، اناس حرك، لكن هنا المراد البسها حليا كثيرا، ملأ اذنيها حليا، وملأ من شحم عضودية. كلمة ملأ من شحم عضودية يعني قدم لي الطعام والشراب حتى سمنت. فملء العضودين بالشحم دليل على امتلاء الجسم كله، لا تريد انه فقد العضودين امتلأ شحما، لكن تريد بأنه كريم وقد وفر لها من الطعام والشراب ما صارت بذلك سمينة حسنة الجسم. لم يكتفي بهذا، قال: وبجحني. فبجحت إلي نفسي، مقان يطعمني ويقدم لي الخيرات والطعام ثم يوبخني ويقرعني ويشتمني، لا، كان كذلك يفرحني وكان يعظمني. لذلك قال: وبجحني، لها معنيان، إما فرحني ففرحت وكنت دائما فرحة فبجحت إلي نفسي، أو كان يعظمني فعظمت لدى نفسي. يعني هو لا يريد أن يحطم شخصها ولا أن يوبخها ولا أن يقرعها حتى يحطم شخصيتها. إذن هذا إنسان عظيم جدا، هذا أبو زرع كريم وفي الوقت نفسه أصيل حسن التعامل، دائما يعطي من الصفات ما يجعل زوجته في ثقة عالية بنفسها. ثم قال وهي عم تعترف، شوفوا هذه المرأة فاضلة: وجدني في أهل غنيمة بشق. يعني أنا كنت عند أهل عندهم غنيمات بسيطة فقراء، بشق يعني بصعوبة، بحياة صعبة، أو بشق يعني بمكان في الجبل، المعنى بالنتيجة قريب لبعضه. يعني أنا كنت في عائلة فقيرة، هذا هو المراد. فنقلها من العائلة الفقيرة من غنيمات بسيطة وجعلها في ثروة ضخمة جدا. قال: فجعلني في أهل صهيل. الصهيل يعني لمن؟ للخيل. وأطيط يعني للإبل، ودائس يعني بقر، دائس التي تدوس على الأرض، ومنقي يعني اللي بينقي الحب وينظفه من التبن، نعم، بعد دوسه، أو أرادة الدجاج، يعني في إلى عدة معاني. إذن يعني المهم نقلها من الفقر مو إلى الغنى، إلى الثروة. نعم، ولم يحجب عنها شيئا من هذه الثروة، ملأ أذنيها حليا وقدم الطعام حتى صار جسمها ممتلئا. تقول: فعنده أقول فلا أقبح. وهذا أقول فلا أقبح هي شرح ليوبجحني فبجحت إلي نفسي. نعم، أقول فلا أقبح، يعني مو لما بتكلم اسكتي بلا حكيك بلا طعمي، لا أقبح حكيك ما له طعمي، يعني إذا سكتي أفضل، لا. قال: أقول فلا أقبح نهائيا، وأرقد فأتصبح. هنا أتصبح يعني أنام نوم الصبح، يعني تنام أول النهار. ماذا يشير هذا؟ نعم، يشير إلى عنا عندها خدما، في مين يخدم في البيت. فإذا مع كل هالخير اللي وضعه بين يديها جبلة كذلك خادمات، مع حق تقول وما أبو زرع، شو الإنسان العظيم. نعم، قال: وأرقد فأتصبح، بتنام لحتى تشبع نوم عند على بكرة، هاي المراد. وأشرب فأتقمح، يعني أشرب حتى أصل إلى حد الري،
فلا أستطيع الشرب بعد ذلك. هذا معنى فأشرب فأتقمح. وهنا هذه الزوجة 11 ليست فقط معجبة بأبي زرع، معجبة بأهل بيت حماها كلهم. فانظروا كيف وصفت عمها وحماتها وابنه وابنته وخادمته، يعني هذه امرأة وفية. طبعا هيك امرأة تثني على زوجها بما أعطاها، هذا دليل الوفاء، لأنه في بعض النسوة قد يعني يكون لديهن الخير الكبير والوفير ويقدم الزوج لها كل ما تريد، ولكن مع ذلك يكفرن العشير ولا يذكرن من الخير شيئا. نعم، أما هذه فاضلة التي ذكرت ما أولاها زوجها من هذه الخيرات. تقول أم أبي زرع يعني حماتها، فما أم أبي زرع؟ كذلك ذكرت مقدمة لتثير الانتباه والإعجاب بما سيقال. عكومها رداح، العكوم هي أوعية الطعام، يعني أوعية الطعام دائما عظيمة ثقيلة كثيرة. وبيتها فساح، كلمة بيتها فساح يعني تستقبلني في أي ساعة جئت، وهي عم توصف بس إنه بيتها واسع، معناتها هي تستقبل حينما تأتي إلى بيت حماتها لأنها مكرمة عندها. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. المضجع هو المرقد، المكان الذي ينام فيه. كمسل شطبة، الشطبة يقال ما شق من جريد النخل، يعني المراد أنه إذا نام بمكان مكان ضيق جدا، يجلس في مكان كأنه شق ورقة النخل، معناته هذا الإنسان ابنه مو إنسان هيك ضخم غليظ اللحم، لا، إنسان كذلك مهفهف الجسم لطيف الجسد. من لطافة جسده شو قالت؟ تشبعه ذراع الجفرة. الجفرة ولد الشاة اللي بيكون عمره 4 أشهر، ذراع ولد شاة عمره 4 أشهر قد بيكون الذراع تبعه؟ صغير. يعني إنه معنى ذلك بأقل الطعام بيشبع، فإذا ليس عنده نهم للطعام، ولكن هذه صفات كلها جميلة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ شو البنت يعني؟ هي معناتها طوع أبيها وطوع أمها، بنت مسايرة ملاينة موافقة، لا عنيدة ولا شرسة ولا مشاكسة. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، جسمها ممتلئ مو هزيلة، نعم نحيفة نحافة غثة مثل ما قالت هديك لحم جمل غث، لا، ملء كسائها معباية يعني بثوبها. وغيظ جارتها، شو معنى غيظ جارتها؟ يعني نشيطة خفيفة جميلة، يعني فيها صفات تجعل جارتها تحسدها وتغار منها وتغتاظ منها. فإذا هذه المرأة فعلا فاضلة، وصفت زوجها بهذه الصفات الرائعة، ووصفت أم زوجها وبنته وابنه، بل ذكرت جاريته، قالت جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ شو هالخادمة هي اللي موجودة عنده؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما بتنشر كلامنا، وإذا سمعت قصة منا ما بتروح بتحكيها للآخرين، لأنه معلومكم طبيعة أحيانا الخدم شو بيساووا؟ بيجتمعوا مع بعض وكل واحد بيحكي قصته معه في البيت اللي هو فيه. فهنا ذكرت وصفا رائعا لهذه الخادمة، قال لا تبث حديثنا، فهي مؤتمنة على الأسرار، هذا معنى كلامها. ولا
تنقث أو تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني عنا طعام بتحافظ عليه، مو بتروح بتوزعه هون وهون. بدها تعمل عمل خير تستشير مين؟ تستشير سيدها. نعم. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، معناتها هي غير مهملة، وإنما تتعهد البيت بالنظافة وتتعهده دائما بالأناقة، فهي دائما مهتمة بتنظيف البيت. إذن جارية رائعة. إذن أبو زرع الله وفقه بمين؟ الله وفقه بكل العيلة تبعه، وفقه بزوجته وبابنه وببنته، حتى بالجارية التي له الله تعالى أكرمه بأسرة في غاية الروعة. بس شو صار مع كل هالأوصاف الرائعة؟ نزع أبو زرع. شو عمل أبو زرع؟ أفسد كل القصة. قالت هالزوجة: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني الخيرات كثيرة واللبن عما يحركوه ليستخرجوا الزبد، يعني خرج بوقت الخيرات والبركات والذي فيها كل خير. قال: خرج والأوطاب، والأوطاب جمع وطب، وهو وعاء الحليب، يعني لحنا منقول الحليب هو اللبن، في اللغة يقال اللبن، من لبن لم يتغير طعمه، يعني لحنا حليب يعني محلوب، فعيل بمعنى مفعول. إذا خرج والأوطاب الأوعية تحرك لاستخراج الزبد وقت خير. أم لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، فهد يعني في الحركة والتوثب والسرعة، فهدين تلاقي عندهم حركة، نعم، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، عم يلعبوا يعني بإيه؟ بثدييها، أولاد صغار عم يلعبوا بثديي أمهما، فطلقني ونكحها. طبعا هون يقولوا ليه طلقها؟ طلق أم زرع ونكحها، قال لأنه كان يريد الأولاد، فلما وجد هذه المرأة ولها ولدان وولدان صغيران وعندهما نجابة، اي نعم، وزوجها يعني اما مات او مطلقها، قال فطلقني ونكحها. طيب شو جرى لأم زرع بعد ما طلقها ابو زرع؟ ام زرع كذلك امرأة من يعني النساء اللواتي يرغب فيهن، امرأة يرغب فيها، لذلك شو قالت؟ فنكحت بعده رجلا سريا. سري من سرات القوم، يعني من الأشراف، يعني إذا تزوجت رجلا له عراقة وأصالة وشرف في قومه. هذا الرجل كان غني، ركب شريا. ما هو الشري؟ الشري الفرس الأصيل الخير، اي نعم، النشيط. وأخذ خطيا، الخطي هو الرمح نسبة إلى خط، كما يقولون موضع في نواحي البحرين يصنعون فيه الرماح، فالرمح الذي يأتي من هذه البلدة من قرية الخط أو بلدة الخط يقال له رمح خطي، مثل لما منقول سيف مهند. مهند يعني منين؟ من الهند، يماني من اليمن، وهكذا. فتقول هذه أم زرع أن هذا الرجل الذي هو من الأعيان والأشراف والكبراء يركب الخيل الأصيلة وعنده الرمح المتميز، وأراح علي نعما ثريا، كمان أرسل لي البقر والغنم، شو بدي قدي؟ يعني ما بخيل عليها. وأعطاني من كل رائحة زوجا، هون رائحة مو من التي تشم، وإنما من الحيوانات التي تروح التي ترجع، يعني أعطاني من هذه الحيوانات التي رجعت من كل رائحة، يعني من البقر والغنم والإبل
أعطاني زوجا. هنا زوجا لها معنيان، إما زوجا بمعنى عكس الوتر، أو زوجا بمعنى صنفا، يعني أعطاني من أصناف الإبل والبقر والغنم وما عنده من هذه الأنعام. ربنا قال وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. فهنا إذن زوجا لها معنيان، إما الزوج عكس الوتر أو الزوج بمعنى الصنف. شو قال لها لأم زرع؟ كريم كلي أم زرع وميري أهلك، بعتي لأهلك كمان، ليه؟ لأنه مو أهل فقراء. ما مر معنا بداية الحديث أنه أخذني أو كانت في بشق بغنيمة، بس مع كل هذا الذي وصفته أم زرع بالنسبة لزوجها الثاني، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما سد مسد أبي زرع، معناتها ما الحب إلا للحبيب الأولي. نعم، هنا انتهت السيدة عائشة رضي الله عنها من هذه الأوصاف، من ذكر هؤلاء النسوة وما ذكرنا من أوصاف أزواجهن. فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ هذا الرجل الذي لا رجل أعظم منه ولا زوج أعظم منه، قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. كيف كان أبو زرع بهالأوصاف العظيمة اللي ذكرتيها؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. شوف هي زيادة. نعم، هذه الزيادة واردة في صحيح البخاري، غير أني لا أطلقك أو لم أطلقك، هي مكرمة أخرى، معناتها هو أفضل، وطبعا أفضل ما في شك، بس عم نحكي عن مقارنات بالصفات. زاد النسائي، اسمعوا، زاد النسائي والطبراني لما قالت السيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قالت له بل أنت خير من أبي زرع. كمان سيدة عائشة بغاية الذكاء والفهم والنبل رضي الله تعالى عنها. اكتبوا أنه قالت عائشة بل أنت خير من أبي زرع. إذن هذا هو الحديث الذي يعني طال بنا في به المقام في هذا اليوم، يعني اليوم تعلمنا ألفاظ لغوية كثيرة، تعلمنا مفردات عربية، تعلمنا معاني حقيقية ومجازية، نعم، وعرفنا فصاحة هؤلاء النسوة، فصاحة وبلاغة عجيبة، نعم، يعني لا يلحقهن فصحاء الرجال اليوم، ما هيك؟ والمراد كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى حديث نسائه بهذه الصفة وبهذا الطول. فكما كيف قالت أم زرع أقول فلا أقبح، فإذا كذلك النبي لم يكن يقبح نساءه، فهذه الصفة التي نحن نستفيد منها ونتعلم حسن المعاشرة مع الزوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نكتفي طبعا بهذا الحديث، حديث أبي زرع، ولا أدري هل تحفظونه إن شاء الله؟ مين بيحفظه منكم؟ حافظه أخ ماجد؟ تحفظه؟ إيه. طيب انت قلت لي انه بنتك حافظته كاملا، وينها؟ هات لنشوف. بنته 10 سنوات، يعني بتقدر توقف عنا صغيره لساعتها.
حافظ حديث أم زرع كله. أنا حفظت هذا الحديث أو سمعت بعض الدعاة يحفظه كله كله. ليش يحفظه؟ لما فيه من ثروة لغوية، يعني هذا الحديث ثروة لغوية. فأنا أنصحكم بأن تحفظوه. ما شاء الله، تفضلي تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرضى عليك. وقفي لشوف خدي هاي، الله يرضى عليك. اي نعم. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي المتوفى سنة 256 للهجرة رحمه الله تعالى، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا.
قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وزاد الطبراني وغيره: إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. ما شاء الله ما شاء الله، لو كنا برات الجامع كنا الله يرضى عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك. ما شاء الله، الله يجزيكم الخير. الله يسلم لك يا أستاذ ماجد. إن شاء الله شلون تحفظوا حديث أبي زرع. على كل حال لازم نقدم له هدية إن شاء الله، يعني تستاهل هدية كبيرة بإذن الله تعالى. ولا إدار الحديث قدمت جزء من الهدية، وإن شاء الله يعني ما شاء الله حوله، يعني حديث صعب صعب لما لقى. ما شاء الله، والله شيء جميل. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول ويسلمها بإذن الله ويزيدها خير وبركة.